سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. انتهت الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة يوم السبت المقبل لتنطلق الاستعدادات لرحيل حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد وسط تساؤلات عن هوية المؤسستين التشريعية والتنفيذية المقبلتين وملامح المشهد السياسي بما فيه تشكيلة الحكومة المقبلة ومصير الأحزاب التقليدية التي كانت تعتبر نفسها القوة السياسية الأولى في البلاد. كيف سيكون المشهد السياسي المقبل في الجزائر بعد تشريعيات 12 جوان الجاري؟ موضوع النقاش في هذه الحلقة من برنامج من الجزائر. بداية نتابع هذا التقرير للزميلة زهور سيني ثم نعود. تقدم مؤشرات مرحلة ما بعد 12 جوان القادم صورا عدة للحكومة القادمة التي تتفق معظم القراءات على أنها ستتشكل وفق مخاض عصير بحسب طبيعة البرلمان الذي سيكون خاليا هذه المرة من الأغلبية الحزبية كما جرت عليه العادة في مراحل النظام السابق التي ظلت تستند لمنطق الكوتة السياسية. بالنسبة للبرلمان القادم أكيد سيكون مختلف عن كل البرلمانات السابقة. المجلس الشعبي الوطني سيخلق نوع من التوازن السياسي الجديد الذي قد يقصي ما كان يعرف بالأغلبية الساحقة. الحكومة القادمة ستكون بيد الرئيس، هو من سيختار أعضاء الحكومة والوزير الأول. لا أعتقد أنه سنذهب إلى رئيس حكومة، كل المؤشرات على الأقل تبدو هكذا من الحملة الانتخابية. ويجمع عديد المتابعين للشأن السياسي على أن تشريعيات 12 جوان ستشكل بوابة للمرور من نظام سياسي مترهل أوجده المال الوسخ إلى نظام جديد يسعى لإرساء مشهد سياسي مبني على الديمقراطية بعيدا عن سطوة الأحزاب التي ظلت تستمد هيمنتها من مبدأ الموالاة. البرلمان المقبل سيخلق نوع من التنافسية الجديدة، خاصة إن لم يحصل حزب ما أو حزبين على الأغلبية الساحقة. البرلمان القادم الأكيد أنه سيخلق مشهد سياسي وحزبي جديد، سيعيد بعض الأحزاب المضخمة إعلاميا إلى حجمها الحقيقي عن طريق الصندوق. أكيد المواطن اليوم سيعيد هو ترتيب البيت الداخلي للمشهد السياسي. بين أحرار يخوضون التجربة لأول مرة وممثلي أحزاب ألفوا اللعبة السياسية، ينتظر الشارع الجزائري نتائج الصندوق التي قد تشكل صورة أولية عن طبيعة الحكومة القادمة. كيف سيكون المشهد السياسي المقبل بعد تشريعيات 12 جوان الجاري؟ موضوع حلقة من برنامج من الجزائر مع ضيفي الكريمين السيد الخبير الدستوري سيد عامر أرخيلة. أهلا بكم سيدي. أهلا بك. وأيضا المحلل السياسي السيد محمد شريف ضروي. أهلا بكم سيدي. أهلا أستاذتي الكريمة. أهلا بالضيف الكريم. أهلا بك. إذن مباشرة نشرع في النقاش. أبدأ معك سيد عامر أرخيلة. اليوم نعيش مرحلة الصمت الانتخابي بعد انتهاء الحملة الانتخابية التي قاربت لمدة 3 أسابيع. المترشحون من أحزاب سياسية وقوائم مستقلة قدموا برامجهم الانتخابية. بداية، ما هو تقييمكم أستاذ عامر أرخيلة لمجريات هذه الحملة الانتخابية، وإلى أي حد كان الخطاب السياسي مقنع لاستقطاب الهيئة الناخبة إلى صناديق الاقتراع؟ شكرا. بعد بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أنا سعيد بأن أكون مشاركا لجانب زميلي ضروي في هذه الحصة. أهلا بك. في قناة الوطنية. ما هي رؤيتي أو تقييمي لما جرى خلال فترة الحملة الانتخابية؟ نعم. الحملة الانتخابية بدأت ببرودة ملحوظة في بداية الأسبوع الأول، ولكن سرعان ما بدأت تتحرك آلة الحملة من خلال بعض المهرجانات، بعض التجمعات، بعض اللقاءات، مع ملاحظة أنه هيمنة اللقاءات الجوارية
على الحملة. لماذا؟ على التجمعات الشعبية بالضبط، على مقارنة بما عهدناه في الانتخابات السابقة من تنظيم تجمعات جماهيرية ومهرجانات وشعبية إلى غير ذلك. هذه المرة سادت لقاء الجوارية. لماذا؟ أول حاجة لعدد القوائم الحرة ما يفوق 800 قائمة. وهذه 800 قائمة حتى وإن كان معظم الموجودين في القوائم هذه لأول مرة يدخلوا العالم سياسة يعني وعند اهتمام بالشأن العام. نعم. ولكن اللقاءات والاتصالات كانت موجودة. على مستوى الأحزاب السياسية ما تمكنتش أنا في تقديري من التعبئة أو التجنيد المعتادة به. ربما ما ردوا ذلك إلى أن الأحزاب لما كان يسمى بالائتلاف الحزبي ولا أحزاب السلطة ولا أحزاب الموالاة تجردت من الإمكانيات اللي كانت موجودة فيها ومن الدعم اللي كانت توجده على مستوى بعض المؤسسات الإدارية، مؤسسات الدولية إلى غير ذلك، مما جعلها ترجع إلى حجم معقول، فضلا عن حالة الاستكانة اللي تميزت بها الساحة الحزبية والسياسية. طيب. طالت ما لا يقل عن سنة كاملة في ظل جائحة كورونا. نعم. طيب سيد الضروي، ربما سؤال سابق لأوانه، لكن ما هي توقعاتكم لما سيفرزه صندوق 12 جوان المقبل من نتائج انتخابية بين قوائم مستقلة كما قال سيد رخيلة تخوض التجربة لأول مرة وبين أحزاب ألفت اللعبة السياسية؟ نعم. السلام عليكم والصلاة والسلام على النبي الكريم. فيما يخص ما سيكون بعد 12 جوان، أول شيء اللي أكيد أنه نتفق عليه جميعا أنه أول شيء راح يكون هو تنفيذ الحراك لما كان يتكلم عنه في 22 فبراير 2019 فيما يخص أحزاب الموالاة، معروفة بأحزاب الموالاة. يعني راح تكون هذه الفرصة الأولى والفرصة لتنفيذ إقصاء الأحزاب. هذا تبقى على كل حال اليوم الانتخاب تتوضح الصورة هذه، يا إما الإقصاء لأنه كان الحراك يتكلم على الأحزاب الموالاة اللي كانت هي صنعة الصورة اللي تعيشها الجزائر اليوم من بعض الممارسات القديمة والمشاكل في العديد من القطاعات، و 70-80% يحيلها إلى هذه ما عرف كما قال الأستاذ أحزاب الائتلاف. فأظنها راح تكون أول خطوة هي معاقبة هذه الأحزاب. واحد. الشيء الثاني اللي راح يكون هو نظن حسب إذا سرنا وفق المسار حسابي بسيط، يعني 800 قائمة من القوائم الحرة راح تصنع الفارق أمام كل الأحزاب اللي موجودة في الساحة، بغض النظر على أنه الأحزاب هذه أصبح فيه حساسية لدى الناخب مع احترامنا لبعض الجزئيات في مخص الأحزاب. القوائم الحرة راح تكون لها الأغلبية الحزبية، الأغلبية البرلمانية وفق المسار الحسابي فقط، يعني يبقى الناخب هو اللي راح يتحرك. لكن فقط كإضافة أنه إذا مشينا للأغلبية، الأغلبية من القوائم الحرة راح نشوف برلمان كفاءات أكثر منه برلمان للخبرة السياسية. طيب أستاذ ضروي، سنعود للحديث بالتحديد عن هذه النقطة. سيد رخيلة، مراقبون والأستاذ ضروي أيضا يؤكد أن البرلمان المقبل سيكون ذو طابع أو ذا أغلبية برلمانية مشكلة من قوائم مستقلة، ما رأيكم في هذا الرأي؟ لما نشوف نسبة المشاركة في الترشح، نعم، نعرف بأنه 1483 قائمة موجود فيها ما لا يقل عن 35 ألف أو 36 ألف من المترشحين، ندرك بأن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة مقارنة بما سبق سواء في الاستفتاء على الدستور أو في الانتخابات الرئاسية. هذا ما أتوقعه. يبقى الآن مسألة تمثيل هذه القوى. مقاعد كان 407 مقعد، قوائم كان قوائم تاع قوائم الحرة تفوق 800 ولو زيادة، وقوائم الأحزاب السياسية ما يزيد عن 600. هذا الرقمين يمكن قراءتهم كالتالي: القوائم الحزبية تستند إلى تجربة في الاتصال، تستند إلى وجود أطر موجودة محليا وقاعديا، تستند إلى رصيد
والموجود عند كل حزب، ومناضلين مستعدين للتحرك. لذلك من الصعب جدا التكهن بأنه من يكون له الأغلبية، هل يكون القوائم الحرة أو القوائم الحزبية. أنا أقول بأنه من الصعب جدا، ولكن يمكنني القول بأنه الأحزاب السياسية سنجد أنفسنا أمام أربع تنظيمات حزبية من القوائم من الأحزاب المشاركة تصل إلى تحقيق مجموعات برلمانية نسبيا معقولة، يعني معتبرة، يعني معتبرة من حيث عددها. وسيد الخيلة تتكتل داخل قبة البرلمان لتشكل أغلبية مستقبلة. هنا الإشكال القانوني. نعم. الإشكال القانوني أنه القانون الانتخابات لم يتكلم عن إمكانية إحداث أغلبية برلمانية عن طريق ائتلاف كتل أو يعني مجموعة من الكتل تشكل أغلبية. حدد أغلبيتين، أغلبية برلمانية وأغلبية رئاسية. يفهم من صياغة النص القانوني فيما يخص قانون الانتخابات أن المشرع استبعد إمكانية الائتلاف تاع القوائم الناجحة، وترك مسألة أنه الأغلبية يجب يحققها حزب واحد، وهذا مستحيل. نعم. مستحيل تبقى لقانون الانتخابات اللي موجود الآن، مستحيل لعدد القوائم المترشحة، مستحيل كذلك. ولكن تأكدي، أنا أقول بأنه الأحزاب المتنافسة اليوم في حدود أربع أحزاب راح يكون عندها نصيب، ولكن لن يصل إلى الأغلبية حتى البسيطة. لماذا أقول إذا كان عدد المقاعد عندنا 407 في البرلمان المقبل؟ هذا لا يعني بأن الأحزاب الأربعة اللي ذكرتها الآن مجتمعة يمكن أن تصل إلى 50% من 407. إذن يمكن القول السيد الخيلة أن الأغلبية ستكون ربما من القوائم المستقلة؟ لا، الأغلبية الآن إشكال مطروح فيما يخص المستقلة. القانون يقول الأغلبية اللي عدنا في الدستور الجزائري أنه يمكن تكون أغلبية برلمانية ويكون الحكومة من البرلمان، ورئيس الحكومة يسمى رئيس للحكومة. نعم، سنتحدث عن هذه النقطة سيد الخيلة، أستسمحك فقط. دعني أسأل سيد ضروي، بالنسبة سيدي للتوجه الذي يقول أنه البرلمان المقبل سيكون ربما فسيفساء يجمع بين توجهات مختلفة، ما رأيكم في هذا الطرح؟ بطبيعة الزخم اللي موجود الآن اللي شفناه في خلال الحملة الانتخابية من القوائم اللي جابست 1300 قائمة، أكيد راح نشوفه فسيفساء، هذا شيء مقتنعين منه. تبقى فقط قضية أنه الأغلبية من ناحية العددية وليس من ناحية القانونية أستاذ، أنه فقط نتوقع حسابيا كما قلت لك فيه جانب الجانب المجتمعي والجانب الحسابي. الجانب الحسابي عندما نتكلم عن 800 قائمة مقابل 600 قائمة راح نجد الكفة تميل للقوائم الحرة. نعم. هذا من ناحية الحسابية. من ناحية المجتمعية احنا نتكلم اليوم على انه مجتمع يشوف انه الوضعية اللي يعيشها تدهور في العديد من القطاعات يرجع الى ما يعرف يحمل جزء كبير للأحزاب. واحد. اثنين، ما نادى به الحراك انه أحزاب الموالاة هي اللي عفنت الوضع في عقدين السابقين ويحملها الجزء الأكبر، هذا راح نشوفه نتيجته خلال يوم الاقتراع. ثلاثة، عنصر الشباب اللي هو راح يكون لأول مرة فعل، كان يتكلم الأستاذ عن نقطة بطريقة غير مباشرة الآن. نعم. أنه عنصر الشباب اللي موجود في القوائم الانتخابية راح يحرك الكتلة الانتخابية لدى الشباب، لأنه بطبيعة الحال احنا نعتمد في علاقاتنا خلال تسيير الحملة الانتخابية كما يقال حتى في القرآن الكريم رب العالمين الأقربون أولى. يعني كل مترشح راح يتحرك من خلال أهله، من خلال الجيران، من خلال الترسانة اللي مر بها من الأصدقاء خلال مشواره الدراسي والجامعي وحتى المهني قبل 40 سنة. كل حال فهذه كلها راح تخدم على الجهتين، راح تخدم المترشح الشاب واحد، وراح تخدم الكتلة الانتخابية يعني من ناحية الإقبال على الانتخاب. نعم. يعني كما قال الأستاذ راح نشوف فيه نسبة ممكن يعني محترمة إلى حد ما في الإقبال على الانتخابات. طيب سيد الخيلة، أكيد أنه يوم السبت المقبل ستظهر النتائج الخاصة بهذه التشريعيات، وهل ستمثل هذه النتائج في نظركم النتائج صورة أولية لملامح الحكومة المقبلة لتشكيلة أعضاء هذه الحكومة
المنتظرة؟ إن كانت الأغلبية البرلمانية أغلبية أغلبية حزب سياسي راح توضح لنا معالم الحكومة. أما إن لم تكن هناك أغلبية تاع ما يسمى بأغلبية حزبية تنتمي إلى تيار سياسي معين، فنحن أمام أغلبية رئاسية. والأغلبية الرئاسية هي مزيك متعدد متنوع فسيفسائي لا لون سياسي له محدد، بل هي بمثابة ائتلاف لمجموعات منتخبة تلتف حول برنامج رئيس الجمهورية. وهنا يظهر بأنه عندها سيكون الوزير الأول هو الذي يتولى إدارة الشأن الحكومي، والرئيس الجمهورية غير ملزم بأن يعينه من قوى سياسية معينة أو من مجموعة برلمانية قوية داخل البرلمان. والحكومة كذلك تكون في راحة، لماذا؟ لأنها ليست يعني أمام الضغط نتاع البرلمان. لماذا؟ لأن الحكومة في الحالة هذه غير ملزمون بأن تكون من البرلمان أو تمثل القوى التي لها حظ كبير في البرلمان. ولذلك الكثير من الناس راهم يمارسوا في الحملة الآن ويتكلموا عن الحكومة وكيف تخرج من الحكومة، إن كان بوعد أنهم كذا معناها راهم يخاطبوننا ويقولوا لنا بلي احنا نحصلوا على أغلبية برلمانية. لما يتكلم لي عن الحكومة اليوم معناها أغلبية برلمانية، وأنا نقول بلي مستبعد كل استبعاد، وقانون الانتخابات صيغة بشكل يستحيل معه أن تكون هناك أغلبية برلمانية تخرج منها الحكومة ويكون منها رئيس حكومة. وشنو الشيء اللي راح يكون موجود؟ النظام الجزائري كنظام رئاسي المؤسس الدستوري ما فصلش، ما قالش باللي عندنا يكون عندنا النظام الرئاسي، ما قالش نظام برلماني، لم يحدد طبيعة النظام السياسي في الجزائر هل هو نظام رئاسي أو نظام برلماني. ترك الأمر هكذا للحالتين، للطبيعة، دم يحسن في الطبيعة، يمكن يكون برلمان نظام. وهذه بدعة، هذه بدعة دستورية مقارنة بالشيء اللي موجود في العالم. لماذا؟ لو عندنا نظام برلماني كاين أغلبية رئاسية أغلبية برلمانية، رئيس الجمهورية موش من الأغلبية. رئيس الجمهورية في الجزائر عنده صلاحية واسعة، لا ينزعج رئيس الجمهورية من وجود أغلبية ليست أغلبية رئاسية، لأن صلاحيته معهودة وعلاقته بالبرلمان محددة دستورا وقانونا. ولذلك مسألة البرنامج، لأن المشكلة في النهاية هي مشكلة من هو البرنامج اللي يطبق، هل يطبق برنامج الأغلبية البرلمانية أو يطبق برنامج رئيس الجمهورية. طيب سيد الخيل، راح نتحدث بعد قليل على هذه النقطة. تحدثتم منذ قليل سيد الخيل أن الأغلبية لن تكون أغلبية برلمانية، وبالتالي لن يكون رئيس حكومة، وإنما ترجح أن تكون أغلبية حزبية، بالتالي سيبقى مصطلح رئيس الوزراء هكذا. أغلبية رئاسية. نعم. طيب. لما قرئ رئاسية معناها الآن رئيس الجمهورية لم يشارك في الانتخابات بحزب سياسي حتى نقول بأنه حزبه هنا الأغلبية وبالتالي أنا أمام أغلبية. لا، أغلبية رئاسية في التفكير اللي موجود عندنا وفي التقاليد اللي موجود عندنا هو أنه بعد إعلان النتائج يتم إعلان الكتل البرلمانية أنها تتبنى برنامج رئيس الجمهورية، وبالنتيجة أنها أمام نظام رئيس الوزير الأول وليس رئيس الحكومة. طيب فلنفرض مثلا سيد الضروي أن الحكومة كانت من أغلبية تتكون من قوائم حرة باعتبار العدد الهائل من القوائم الحزبية، هل سيتمكن الرئيس من تعيين حكومة من هذه الأغلبية في حال حدوث مفاجأة غير سارة من ناحية مثلا ضعف الكفاءات والمستوى الجامعي؟ أي أستاذتي الفاضلة، من ناحية هذه ممكن راح تكون أحسن، لأنه القوائم الحرة فيه يعني فيه مستوى عالي جدا، يعني مجرد يعني دراسة بسيطة تعطينا حوالي 70-80% من الكتلة الموجودة من المترشحين داخل القوائم الحرة تحوز على شهادات يعني جدا محترمة. فالعشرين إلى 30% المتبقية ايضا لها يعني اضافه حقيقيه اللي هي تمثل بعض الوجوه اللي مارست السياسه الى حد ما في احزاب سابقه او في المجتمع. استسمحك فقط، لانه شفنا في البرلمان الماضي او الفارط هناك يعني نواب برلمانيون لا يفقهون في مصطلحات معينه، مثلا القانون العضوي، القانون الداخلي الى غير ذلك. انا راح نجيك النقطه هذه. تفضل. الله يسلمك، شكرا.
70% اللي هي راح تكون كفاءات تقنية أكاديمية، مع 20 إلى 30% اللي موجودة كممارسة سياسية، ممارسة في الميدان الحزبي وكذا، فهذا راح يعطينا توازن. نعم. راح يعطينا توازن داخل الجهاز البرلماني. فمما يضمن لنا بعدها أكيد راح عند تشكيل الكتل البرلمانية راح يصير فيه تقديم الخبرات كل حسب ميدانه. فهذا الإطار بعدها راح يعطينا برلمان إلى حد ما متوازن من ناحية الفعالية، الفعالية التقنية والفعالية العلمية في كل المجالات بطبيعة الحال. من جهة ثانية كما تكلم الأستاذ فيما يخص الأغلبية الرئاسية هو المسار كله للسلطة السياسية الآن متوجه. طيب أستسمحك فقط أستاذ الضروي لنتوقف عند فاصل ثم نعود لاستكمال الجزء الثاني من هذا النقاش. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذا الجزء الثاني من هذا النقاش الذي نتحدث فيه عن المستقبل المشهد السياسي بعد تشريعيات جوان المقبل. كنا نتحدث سيد ضروي أنه في حال كانت الأغلبية الرئاسية كيف سيكون البرلمان أو الحكومة أقول. قبل ما نوصل لنقطة الحكومة حبيت أقدم لك إضافة أنه التوجه العام منذ الانتخابات الرئاسية يسير نحو ممكن نصطلح له لا حزبية. فعندما ترى التوجه الكبير للسلطة السياسية نحو فتح المجال أمام المجتمع المدني وتشكل الجمعيات بطريقة مضطردة يعني أسبوعيا وشهريا، من جهة ثانية قانون الانتخابات في حد ذاته وتوجهه نحو تفعيل دور الشباب وتفعيل دور المرأة والدعم، نقطة الدعم للشباب من جهة ثانية، هذه كلها تصب في التوجه نحو البرلماني أغلبية برلمانية رئاسية. هذا المسار يصب في نقطتين على درجة كبيرة من الأهمية. أولا هو العودة إلى الوعاء العظيم داخل المجتمع اللي هو عنصر الشباب اللي يمثل 73%. هذا الوعاء راح يجد دوره وبدأ يتجلى إلى حد ما يعني بطريقة متزايدة ضمن ما يعرف بالمجتمع المدني، وراح يجد نفسه ضمن البرلمان القادم بإذن الله من خلال القوائم الحرة ودعم القوائم الحرة الموجه للشباب. فهذا كله يصب في كلمة كبرنا عليها يعني في السنوات السابقة، تسليم المشعل للشباب، إعطاء الفرصة للشباب. فيظهر لي حسب المسار هذا فنحن نتوجه نحو المسار هذا وبإذن الله التوفيق إن شاء الله. وهذا ما نبحث عنه في البرلمان المقبل سيدي. بالنسبة سيد رخيلة أنتم رجحتم أن تكون أغلبية رئاسية، ما يكون ربما يترك مهام الوزير الأول في الحكومة المقبلة. تحدثت عن نقطة ربما إشكالية تطبيق البرنامج بالنسبة لهذه الحكومة. لا هو شوف في برنامج عن لما نطرح البرنامج إشكالية في الجزائر بصفة عامة. لا يفترض بأن الانتخابات تمت على أساس اختيار الناس، تم على أساس برامج. احنا منزلنا بعد ولسنا وحدنا في هذا الوضع هذا. نعم. الفضاء العربي والإسلامي تقريبا كله يعاني من مشكلة هذا البرنامج. برنامج ما هو؟ رئيس الجمهورية عنده برنامج. وزير الأول ملزم بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة التنفيذية. في مقابل هذا ما كاش برنامج آخر. علاه ما كاش برنامج آخر؟ لأنه ما كاش أغلبية برلمانية. كاين تمثيل لمختلف القوى مختلف الشرائح، ولذلك نجد أنفسنا أمام الالتزام تاع الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية بما يقر في مجلس الوزراء في مجلس الحكومة إلى غير ذلك. يبقى الإشكال اللي مطروح لهنا وهو أن الحكومة ستقدم خطة عمل الحكومة في نهاية السنة البرلمانية، وخطة عمل الحكومة هذه ستناقش من طرف البرلمان وتصير بمثابة خطة عمل الحكومة خاضعة لرقابة في تنفيذها، خاضعة لرقابة البرلمان مهما كان. سواء كان البرلمان هذا نظام برلماني ولا نظام رئاسي. ستكون خاضعة لها.
هنا يأتي الدور تاع الفعاليات اللي موجودة داخل البرلمان، لا سيما ولما نشوفوا صلاحيات البرلمان، صلاحيات واسعة في مجال الرقابة، في مجال المالية، في مجال التشريع، في مجال التشريع بصفة عامة، لأنه حصريا التشريع موجود للبرلمان، فيما يخص لجان التحقيق اللي ممكن تشكل، إلى غير ذلك من الصلاحيات والمهام النصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. زميلي يتكلم عن الأهمية العددية لوجود شباب ولوجود طاقات وموجودة نعم شيء إيجابي، ولكن المشكلة وراهي ليعطي مثال القانون العضوي والقانون العادي. الآن نأكد لكم بأنه من خلال اشتغالي في مجال المحاماة بأنه الكثير من الزملاء والزميلات لا يميزون بين القانون العضوي والقانون العادي، لأنه بمثابة ثقافة جديدة عندنا من ناحية القانونية، كثير من خريجي الحقوق الكثير من المصطلحات اللي موجودة في الدستور ولا اللي موجودة في القانون بالنسبة لهم شيء، القانون لا سيما فيما يتصل بتنظيم السلطات بالنسبة لهم بمثابة الغاز. ولذلك الغدوة لما نقول ما نشرح نجيبوا حقوقيين الشباب هذو كامل، واحد ميتسا، الاخر انجينيور، الاخر كذا، ثقافة نعم عنده ديبلوم، ولكن في مسألة التشريع موضوع واحد اخر. وهنا نقول بانه اهمية التنوع، لماذا؟ لانه البرلمان ليست منحصرة اختصاصاته في قوانين اللي تخص بتنظيم السلطات في كل مجالات الحياة، نعم، من الحياة الاجتماعية للحياة الاقتصادية للحياة الثقافية. هنا تكمن أهمية التنوع العلمي اللي موجود في هذا العدد المعتبر من القواعد. نعم. طيب سيد أرخيلا، سأعود إليك. سيد ضروي، في رأيكم هل سيكون الاستحقاق المقبل محطة حاسمة في المشهد السياسي؟ هل سيحدث تغيير فعلي من شأنه أن يقلب موازين القوى في الساحة السياسية كما هو متطلع إليه من قبل الطبقة السياسية، من قبل السلطة الوطنية أيضا لمراقبة الانتخابات؟ والله أتوقع أنه بعد 12 شوال مش راح نشوفه فيه تغيير كبير يعني في الساحة السياسية، حتى إذا كانت فيه مفاجآت راح تبقى محصورة على المستوى البرلمان. لماذا؟ لأنه هذا أول امتحان واختبار للأحزاب السياسية والكتل السياسية اللي موجودة في الساحة. ويفصلنا ممكن 3 أو 4 أشهر على الانتخابات المحلية اللي راح تكون أكيد بعد 3 أو 4 أشهر. فهذا راح يعطينا مساحة إضافية للأحزاب وللكتل السياسية وحتى المجتمع المدني اللي يتحرك في إطار مثلا الدعم وما شابه ذلك في الساحة السياسية، فراح يعطينا مساحة إضافية لإعادة ترتيب البيت داخل كل الأحزاب والكتل السياسية وإعادة حسابات وإعادة البرمجة والتحضير للانتخابات المحلية. لذلك أتوقع أنه راح تكون الفترة 4 أشهر هي فترة شبه ركود سياسي، راح يكون النشاط منحصر وكل الأعين متوجهة إلى السلطة التنفيذية خلال 4 أشهر لتسيير المرحلة. بعدها راح يبقى كل شيء متوقف على ما تفرزه انتخابات المحلية ليتشكل المشهد النهائي للصورة السياسية للدولة إن شاء الله. طيب سيد رخيلة، نتحدث الآن عن الأحزاب السياسية، أحزاب الائتلاف كما سميتها، أحزاب السلطة سابقا. يعني ما هي توقعاتكم أن تكون مكانة هذه الأحزاب بعد هذه التشريعيات؟ أي مكان لها في المشهد السياسي المقبل؟ وبالنسبة لنا الآن مكانتها ستكون هي مكانتها اليوم. مكانتها اليوم ماذا؟ هي أنه تم هذه القطيعة اللي موجودة، وأعلنها صراحة الرئيس الجمهورية بأنه فك الارتباط بين السلطة التنفيذية وأحزاب ما كان يسمى بالموالاة. ولاحظنا أنه حتى في الحملة الانتخابية ولا في النشاط تاعها ما عندهاش امتياز الآن اللي كانت تتمتع به. ولذلك الشيء المطلوب من المصالح والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية التزام الصدقية لنصل إلى الوصول إلى حقيقة الوصول إلى حقيقة تمثيل تاع كل حزب. لا نشن حملة ضد فلان ولا ضد الأراضي ولا لماس بي ولا كذا، خليهم الوعاء الانتخابي تاعهم الحقيقي سيظهر اليوم.
إذا ابتعدنا عن الترتيب هذا اللي كان في سابق للأسف. لكن سيد الخيلة شفنا أنه أغلب هذه الأحزاب أثبتت فشلها في الساحة السياسية، والدليل أنه الشارع الجزائري من خلال الحراك الشعبي لفظ هذه الأحزاب خاصة أحزاب السلطة. لا لا، لما نتكلم عن الحراك، الحراك وموقف وموضوع واحد آخر، لأنه الحراك الشعبي إذا لفظ هذا اللي أحزاب هذه، ما هو البديل اللي قدموا؟ البديل اللي قدموا روحوا قاع، كلمة يروحوا قاع هذه عدمية. نعم أكيد. وليس بنا. ولذلك الحراك ممكن نتكلم عليه في إطار واحد آخر، ولكن نستثنيه من الآن من الناحية القانونية. نستثنيه لا مستثني من الناحية القانونية. نعم. لأنه الحراك مواطنين إن أرادوا المساهمة يتفضلوا، والكثير منهم الآن راهم استجابوا للنداء والتحقوا وكونوا قوائم. نعم. الانتخابية وكذا، ولكن هذو لا يمثلوا الحركة، هذو لا الحركة اعتبر ممثليه ولا احنا كمحللين نعتبروا مواطنين مارسوا حقا في الترجمة. الناس اللي حبي تقولوا بلي احنا كنا نشتكي دوما من انه طيلة عشريتين او ثلاث من الزمن كان فيه ترتيب النتائج قبل اجراء العملية الانتخابية. نعم. باش نرجعوا المصداقية والصدقية والنزاهة للعملية الانتخابية، نترك لصندوق الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة لبين حجم هذا الحزب أو ذاك. أما القول بأنه هذه الأحزاب اللي كانت موجودة لازم تروح، لا، الدستور واضح، الشريعة الجزائري واضح، ما كان حتى القانون اللي هو الفيصل الوحيد لما يتعلق الأمر بأي تنظيم من التنظيمات الحزبية الناشطة الآن في الساحة إذا كان أخلت بيه. أما مسألة وجودها وعدم وجودها، الإرادة الشعبية. طيب. الإرادة الشعبية اللي تحسم. طيب. قال فضلي. نعم زيد فضلك. طيب سيد الخيلة، سأعود إليك سيد الضروي تكملة لما قاله الأستاذ الخيلة، أن أكيد أنه البرلمان المقبل سيكون مختلف عن كل البرلمانات السابقة، المجلس الشعبي الوطني سيخلق نوع حسب مراقبين يعني نوع من التوازن السياسي، وقد يقصي ما كان يعرف بالأحزاب الأغلبية الحزبية. إلى أي مدى يمكن في نظركم تحقيق هذا التوازن داخل قبة البرلمان سيد ضرمي؟ البرلمان في حد ذاته لأول مرة راح يكون تحت رقابة حقيقية للناخب لأول مرة، لأنه المرة هذه حتى كما تكلم الأستاذ على الصدقية، فحتى المتوجهين إلى صناديق الاقتراع راح يحمل على كتفه قناعة مضغوطة، يعني راح يتوجه يقول لك أنا أنتخب ما نخليش الصندوق، أدي واجب الوطني وكما يقال نزيد نجرب هذه المرة ونشوف. فالناخب هذا راح ينزوي كملاحظ، ليس كالمرات السابقة ينتخب وبعدها تضاف أو تنقص أو توجه في إطار أو آخر التصويت. كان ربما في القانون الانتخابات السابق من قبل أحزاب السلطة خاصة أنه هناك رأس القائمة في القوائم الانتخابية، وكان محدد سلفا المترشح اللي راح ياخذ مقعد في البرلمان، عكس ما يحدث اليوم. هو انا عذرا على كل حال، انا في العقدين خاصة السابقين لم اكن اقتنع بكلمة قانون الانتخابات من اصله، حتى لعبة انتخابية لم تكن يعني ارقى مما كان يحدث. انا كنت اعتبرها جلسة ضبط قوائم انتخابية للسلطة وليس للمترشحين في عداتهم اللي هم تابعين، لأنه كان كل الأمور تتم عن طريق الهاتف أو عن طريق النفوذ فقط. المال الفاسد وشكارة وشراء الدكتاتورية الدماء. أصبحت المال الفاسد في العهدة السابقتين أصبحت دكتاتورية لحالها فالآن الناخب راح يكون كملاحظ، فيصبح البرلمان الآن أمام نارين، الملاحظ الناخب لأنه لديه القدرة على الخروج للشارع والتعبير عن رفضه للممارسات البرلمانية اللي هو انتخب عليها البرلمان هذا ليرى منه الإيجابيات والتعديل والمرافقة في بناء الدولة الحديثة ودولة التغيير. إذا رأى منه السلبيات فمسار الحراك مفتوح، يعني مازال الحراك مفتوح. ورئيس الجمهورية اللي أعلن على حل البرلمان السابق أكيد يعني لن يهون عليه حل البرلمان الآخر إذا لم يكن في المستوى، أكيد يعني. لأنه الآن نعيش أمام يعني ضغط مجتمعي يطلب التغيير، ولكن كإضافة للتغيير يطلب السرعة في التغيير. طيب دعني أسأل السيد
رخيلة كما تحدث الأستاذ ضروي. نتحدث اليوم كثيرا عن مصطلح التغيير الكلي يتطلع إليه سواء المترشحون أو الهيئة الناخبة أو حتى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات. سيدي هل يمكن حقيقة الوصول إلى هذا المبتغى في ظل هذا في ظل كل هذه المعطيات في ظل ربما قانون الانتخابات الجديد الذي أتى بإجراءات أكثر شفافية وأكثر صرامة في تنظيم العملية الانتخابية وتحقيق بناء ديمقراطي لبناء مؤسسات الدولة مستقبلا؟ شكرا. التغيير هو سيظل هو الهدف المنشود. يبدو لي بأننا أخذنا خطوة، لأنه التغيير هذا ماشي مجرد أشخاص يذهبون وأشخاص يأتون، هي قضية أنساق نتاع النظام، قضية طبيعة القوانين والتشريع الانتخابي. احنا أخذنا خطوة الآن، عدلنا عن القائمة النسبية إلى القائمة الإسمية، لا ليست بروبورسيونال لا ليست نومينال. القائمة الإسمية هي القائمة التمثيلية الحقيقية. لماذا؟ لأن النتائج اللي تفرزها تعكس الوعاء الناخبي. إذا أنا مجموعة من الناخبين ينتخبوا شخص على مستوى دائرة انتخابية، أعطاونه فرصة أكثر باش يكون موجود. ولذلك الخطوة الأولى في الشيء اللي تضمنه قانون الانتخابات في 2020، وهو ذهاب نحو القائمة الإسمية. الآن بقت مسألة التغيير وكيف ننجز التغيير، هي قضية مواصلة عمليات تنظيف المنظومة القانونية الجزائرية من العوائق وإعطاء أكسير حياة جديد للعملية الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي جهد متواصل، جهد متكامل، وفي نفس الوقت على المنتخبين أن يتحملوا أعباء مسؤوليتهم ويمارسونها وفق النصوص القانونية، سواء وفق الدستور أو وفقا لكذا. وهنا يأتي العلاقة بين السلطة الشرعية والسلطة التنفيذية مهمة جدا في ضبطها في المستقبل. نعم. طيب سيد ضروي، تحدثنا عن المال الفاسد وعن شراء الذمم وعن الإجراءات الصارمة التي أتى بها قانون الانتخابات. في رأيكم هل سيتكرر ربما هذا الهاجس، المال الفاسد في العملية الانتخابية وشراء الذمم، هل سيؤثر على مجريات هذه التشريعيات 12 جوان المقبل، أم أن الإجراءات الصارمة التي أتى بها قانون الانتخابات سيتصدى لكل هذه الممارسات القديمة؟ فيما يخص النقطة هذه، احنا الحمد لله الآن مرحلة الحملة الانتخابية انتهت، ولم نلاحظ ولو بشكل بسيط مثل هذه التصرفات. نعم. مثل هذه التصرفات اللي المال الفاسد هو اللي كان يسير الحملة الانتخابية. فيوم الاقتراع ما راح يكون يعني مختلف على الحملة الانتخابية كمسار واحد، وذلك وفق النزاهة فيما يخص هذا. أولا لأنه فيه أو الأغلبية من الوجوه كما تكلم الأستاذ في بداية الحصة، أغلبية الوجوه المترشحة هي وجوه جديدة عن الساحة السياسية ككل. النقطة الثانية هو تخوف الباقين مما لديهم الممارسات حزبية وسياسية، حتى إذا كان عنده الإمكانيات المالية متخوف جدا، لأنه رأى يعني في المقصلة سلطة الانتخابات كيف تصرفت مع كل من له شبهة المال الفاسد في بداية دفع واستقبال الملفات. فهذا كرس لدى كل مترشح أنه مجرد خروجه عن مسار النظافة والنزاهة فيما يخص الجانب المتعلق بالمال فخلاه متردد ويحسب ألف حساب، فهذا ضمنت شق معتبر جدا في حد ذاته. الآن الجميع أصبح مقتنع أنه السمعة هي اللي راح تكون الفيصل خلال هذه المرحلة، فلذلك حتى من كانت له الجرأة في السابق الآن أصبح يعمل على تحسين صورته بالعديد من الطرق إلا المال الفاسد. نعم. نعم. طيب سيد رخيلة، السلطة في الجزائر تنظر إلى الحركة الجمعوية على أنها القوة السياسية الجديدة في البلاد، وقانون الانتخابات مكن المجتمع المدني من المشاركة السياسية بدليل العدد الهائل القوائم الحرة بجانب الأحزاب السياسية. وهنا السؤال سيد رخيلة، هل يمكن أن تتحول مكونات المجتمع المدني بعد هذه الانتخابات البرلمانية إلى كتلة سياسية جديدة تكون قادرة على منافسة الأحزاب السياسية
خلال هذه الفترة؟ عندنا تجارب سابقة في هذا. باختصار سيدي. هلا عندنا تجارب سابقة في هذا الإتراك، كل عمليات انتخابية وكل أجل انتخابي تبرز فكرة أن السلطة لابد لها من حزب سياسي تعتمد فيه على وعاء انتخابي ولا على قوى اجتماعية موجودة. أنا لا أنصح بأن تتحول الحركة الجمعوية إلى حزب سياسي. لماذا؟ فلنحافظ على الطابع تاع الحركة الجمعوية، مجتمع مدني، مجتمع عطاء، مجتمع تضحية، مجتمع المساهمة، وليس مجتمع النشاط السياسي. ولذلك المفاهيم عندنا تحتاج مازال تحتاج إلى تدقيق. حركة جمعوية حركة مطلبية دانية اللي موجودة عند ابنائنا اللي ينشطوا في الحركة الجمعوية، ما تأهلهمش باش يكونوا بمثابة بديل لما هو موجود في الساحة السياسية. والتجارب الموجودة في العالم أنه محاولة تجاوز الأحزاب السياسية كأطر العمل الحزبي والسياسي ولا تعويضها بالحركة الجمعوية تجارب. طيب. ليست مشجعة. طيب سيد الرخيلة، فقط لأنه الوقت بدأ يداهمنا، بقيت دقيقة أترك لك المجال لربما آخر كلمة حول توقعاتكم لمسيرة هذه الانتخابات التشريعية يوم السبت المقبل. أنا قبل هذا كان خليني في الدقيقة لا تتهالي. نعم. مسألة المال، المال في الانتخابات المال عصب حساس، ولكن الشيء اللي سجلوه هذا المرة باللي تم تراجع كبير للرشوة الانتخابية لتوظيف المال، تم تراجعه كثير. تبقى مسألة الآن النتيجة اللي راح نوصلوا لها إن شاء الله في اليوم إعلان نتائج في 13 من الشهر الجاري. أنا أتمنى بأنه المجموعة اللي تم تزكيتها تعمل كبرلمان منسجم للتحديات الجديدة اللي راهي واجهة خاصة المجتمع. في ظل هذه الظروف سيد. بالضبط هذا هو. طيب شكرا لك سيد ضروي، ربما في أقل من 30 فيما يخص التغيير، فيما يخص التغيير بناء الجزائر الحديثة، جزائر التغيير في كل الدراسات، في كل الدراسات عبر التاريخ، يعني ليس الدراسات الحديثة فقط، أن التغيير يبنى على شيئين، على المجتمع وعلى الدولة. الدولة عبارة عن مؤسسات، راح أعطيك معادلة بسيطة نخرج بشيء واحد، أن الدولة هي عبارة عن مؤسسات، ركيزتين المجتمع والدولة. الدولة عبارة عن مؤسسات، المؤسسات داخلها أفراد، المجتمع عبارة عن أسر والأسر عبارة عن أفراد. يعني في الأخير التغيير يقوم على الشخص وهو متغير يربط كل الأطياف وكل مؤسسات الدولة. إذا ارتقى الفرد بوعيه إلى إدراك مسؤوليته أمام الوطن، فنحن أمام مجتمع. طيب. واعي وأمام دولة واعية للخروج إلى الجزائر الحديثة بإذن الله. إن شاء الله. إذن المحلل السياسي السيد محمد شريف الضروي، شكرا جزيلا لك على مشاركتنا في هذه الحلقة. شكر موصول إلى الخبيرة الدستورية السيدة عامر رخيلة، شكرا جزيلا. شكرا لكم ضيفي الكريمين، شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في أعداد أخرى بإذن الله، إلى اللقاء.